خير. صباح النور. ايه ده؟ هروب اتنين من مستشفى المجانين الدولي. مساء امس هرب المدعو بلحة والمدعو اخوه تمرة. بلحة وتمرة هربوا من انه نخلة دول؟ استني بس لما نسمع الخبر قولي يا راني. هذا وفور هروبهما انطلقت قواتنا التمرجية فورا للبحث عنهم في اوكار المجانين. هذا وتنوي يا جماعة يا جماعة اطفوا الراديو ده. ايه اذاعة رانيا الكبرى ساعة صبحية؟ معقولة؟ وبعدين في مجانين بيهربوا، المجانين ما يعرفوش يعني ايه هروب اصلا. سعليك يا عادل ما تقولش كده على المجانين، الناس دول 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 فيري انتليجنت، متصورش قد ايه، وبعدين بيعيشوا في ملكوت بتاعهم كده يجننوا. مامي العالم النفسي المشهور الملحمي ابراهيم ملوخيه كتب في بحثه الاخير. بحثه ايه بقى؟ كتب في حلته مدام ملوخيه؟ ويا ترى بقى مين اللي اشرف على البحث ده، الدكتوره منى عامر؟ استنى بس يا عادل، قولي لي يا رانيا الملاحيس دول هربوا في انهي منطقه؟ واحده في منطقة الجيزة وضواحيها، يعني على فكرة قريبين قوي جدا مننا. ايه قريبين قوي مننا ده؟ انا ومجنون يرضى يعيش معانا هنا في عش المجانين ده؟ لازم يبقى مجنون. على رأيك والله يا سناء، معقولة يعني هيخرج من عنبر مجانين يجي هنا هو على عنبر المجانين الكبير؟ عمال تقول لي اجري وشد حيلك شد حيلك لحد حيلي ما اتقطع، قطع وحيلنا الله يقطع حيلهم يا شيخ. المشكلة ان هم كانوا ماشيين بظهرهم عشان كده ما شفناش وشهم. يا عم ما تقلقش، انا شفتهم هما داخلين في الشارع اللي فيه القهوه. اقعد كنا حبتين كده نشربنا شويتين شاي وبعدين نقوم نمشي المنطقه. لو مسكناهم وخدنا المكافاه هتبقى لوز لوز اللوز. اه والله. شايب انت جايبني هنا اهو ليه؟ ما كنا شربنا الهباب الشاي ده هناك وخلاص. لا بقى التماثيل بتقعد تبص لي في الكوبايه اللي انا بشربها. بيحسدوك يعني؟ ايوه دول بقى شاربين اربع كوبايات قبل كده. انت هتضربني ياد ولا ايه؟ لا. امشي يلا امشي يلا. كل شويه عارفين كوبايه شاي. اوعى اوعى ايه بقى دول؟ ها ها نو نو ست ست اهو ست اهو بقيت ست اهو. ايه ده انت بقيت ست؟ ايوه. اه بقول لك ايه، ارمي ودني في بق مورستاني بيتقال. رامي وبعدين يالا يا رمزي، دلوقتي التمثال بتاع اله الكاراتيه عند قدماء اليابانيين ريحته وحشه يالا، انت ما بتحمموش ولا ايه؟ لا لو سمحت بقى يا دولا ما تفتحش الموضوع ده تاني معايا عشان ما نخسرش بعض يا دولا. يالا انا بهدي النفوس يالا، عايز يعني اظبط العلاقه اللي بينك وبين التمثال، لان ده تمثال شرس، ده عنيف يالا، ده ممكن ياخدك مقص كده يجيبك على الارض يشقلطك. لا يا دولا ده يعمل الكلام ده مع التماثيل اللي على الرف اللي جنبه، لكن انا لا، ده انا واخد بقى الشراب الاسود في الكاراتيه. اه يعني الكلام ده ما بيمشيش معاك انت. أوه. يعمل ده مع التماثيل التانيه. طيب اهم حاجه بقى الشراب اللي انت خدته باستيك ولا من غير؟ لا يا دولا هم ان شاء الله وعدوني لما اخسر البطوله اللي جايه هيدوني بقى الاستيك. بقول لك ايه، شكلنا هنقبض المكافاه وهتسقسق. الحمد لله جونا لحد عندنا والليله هيصه. دولا حبيبي لو سمحت يعني انا عايز استشيرك في فعل امر صغير قد كده. خش على النحو خش. انا كنت عايز يعني افصل بين التماثيل الولاد والتماثيل البنات عندنا في البازار علشان ما اقعدش بقى مصحصح لهم انا بقى واسكت يا واد بس يا بنت. يعني انت عايز تبقى نايم على طول ما تصحصحش خالص يعني؟ الله دول مسافرين خالص قاطعين تذكره ذهاب وعوده لمستشفى العباسيه. بقول لك ايه، انا هما نغشهم لحد انت ما تجهز القمصان. مساء الخير يا اساتذه. لا ما انا رايي كاب وعندي ثلاث تماثيل حطيتهم في النيش بصرف عليهم دم قلبي والله يا استاذ، ان انتوا تعملوا رفين، رف فوق للولاد ورف التاني لتحتين البنات. اه لو رف البنات تحت اوكي ماشي، عشان الولاد لو تحت هم هيقعدوا يبصوا على رجل التماثيل البنات. لا ما يصحش. لا طبعا صح يا دولا صح. وبعدين كل تمثاله تنام بقى في الكرتونه بتاعتها بقى علشان ما نقعدش بقى ذروتها. آه ايوه صح صح صح. طب ان شاء الله بينا بقى يا كتاكيت. ايه على فين؟ على البيت طبعا، تروحوا تشوفوا زمايلكم في عنبر ستة. وحشكوش جلسات الكهرباء هناك. كهرباء ايه انتوا؟ ايه في ايه؟ احنا جايب لكم مولد كهرباء فولتو عالي. مولد كهرباء ايه؟ عشان تتكهربوا كلكم، عشان تتكهربوا كلكم. انتوا تكهربونا ليه يا كابتن؟ انتوا فاهميننا مجانين ايه؟ ادولا ادولا هتشيك هتشيك وبتزعل. شرفتوا عنبر ستة. الله دولا ايه المكان اللي احنا دخلنا فيه ده يا دولا؟ ده مستشفى المجانين. ايه ده؟ ياه
انا حاسس يا دولة ان صدري انجرح. عايزه بقى ينجرح اكتر؟ اه يا دولة. شم مواس يلا. ارقص يا حضري، خرت يا حضري، اهرب يا حضري. اهو ده يلا مشجع اهلاوي، وحصل له كده اول ما لقى الحضري سابه وسافر. دهب جاوب هتكسب، دهب دهب من غير ما تتعب، دهب دهب اصل السؤال بجنيه، دهب دهب. الله الله يا دولة، يا دولة الاستاذ صادق علام اهو. لا يلا ده مش صادق علام، التاني اسمه طارق علام، ده بيطلع وراه بقى على طول يلا، يقعد يشاور للكاميرا كده اهو، واي حد يفوز بجنيه دهب يروح يبوس ويسرق منه الجنيه يرجعه لطارق علام تاني، افهم يلا. اعزائي المشاهدين، معانا احد الشباب في الشارع. اهلا، ازيك؟ انا الحمد لله كويس يا استاذ. هو بيكلمك انت؟ بيكلم كتفي، مش شايف الهون عند كتفي ازاي؟ فيلم ايس كريم في جليم، كان كوبايه ولا بسكوته؟ صراحه يعني انا ما اشتغلتش الفيلم من اوله عشان كان ساح مني يعني. طب انا هسالك سؤال سهل شويه، عشان السؤال لازم يبقى سهل عشان الجنيه اديهولك عشان ما يضيعش مني. فيلم المواطن المصري رقم بطاقته القوميه كان كام؟ ها رقم بطاقته القوميه صراحه ضاع منه في الحرب في 73، وهو ما عرفش يطلع رقم بديل يعني عشان البيروقراطيه. لا 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 لا، تعال انت قصير. غلط؟ لا غلط طبعا، تعال انت قصير. انا هسالك سؤال قصير، مين؟ اكيد هو، ما فيش غيره. اجابه صحيحه. الله الله. اتفضل يا سيدي. اللي اقول لي معاك فكت 5 جنيه ذهب. شفت بقى شغل الناس، مش هديك الجنيه على طول، بيقول لك 5 بيعجزك يلا. لا لا مالكش دعوه، اخرج انت برانا يا عم. انا حبيت مش دعوه. يا عم انا حاسس بالفه بينهم يا عم. ماشي ابو الفه، خد اتفضل. هو حضرتك ممكن اروح افكه من على الكشك اللي هو على اخر الشارع؟ لا يلا، كشك ايه، هتفك من عنده ذهب، روح لبتاع الذهب يلا يفكهولك 5 بسرعه. اقول لك فكه من عند ابو حديده. انه ده اهو. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. هو حضرتك ده صامت؟ لا ده متكلم. عايز ايه؟ صح، ده متكلم اهو. ما دام متكلم يقبض اكتر طبعا. لو سمحت يا استاذ ابو حديده، الاقي مع حضرتك فكت 5 جنيه ذهب؟ لا سيبك من دي. ايه رايك لما سيح لك دوت واعمل لك منه جنيهات صغيره؟ جنيهات حديد تسيحها؟ طب تسيحها ازاي يعني حضرتك؟ يا بني ادم انا عندي مصنع حديد هناك تحت بير السلم، هنا اهو هنا اهو. انت مش شايف البضاعه دي كلها قد ايه؟ اتفرج عليها بقى لما تسيح، هطلع بيها عمارتين بحالهم. عمارتين؟ الحق يا دوله، ده بيقول لك هيطلع عمارتين. يلا ما تصدقش اي حاجه، دول مجانين. بقول لك ايه،